أحبك يا رب، أنت المحبوب للغاية، وأفضل أن أموت حبا بك على أن أعيش لحظة واحدة من دون أن أحبك. أحبك يا ربي، ولا أرغب بالسماء إلا لكي أحظى بسعادة أن أحبك حبا كاملا. منذ العام 1827، أي 9 سنوات بعد وصول جان ماري فيانا إلى أرس، وهي ضيعة صغيرة في آن في فرنسا، عدد سكانها 132 شخصاً. أصبحت أرس مكان حج مهم، وقد ارتفع عدد الحجاج من 20,000 عام 1827 إلى 80,000 عام 1859، واستمر هذا العدد بالارتفاع، وهم حجاجاً من مختلف الأعمار والأعراق والطوائف. فما سر هذا الكاهن الصغير والمتواضع الذي جذب إليه هذا الكم الهائل من الناس؟ وعما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون؟ إن لدى هذا الكاهن شيئاً يدهش العالم بما هو، وهذا ما جذبهم، فهم كانوا بحاجة إلى علاقة شخصية مع يسوع المسيح، وأظن أنه كان بإمكانهم استشفاف حضور يسوع المسيح من خلال صدق وشفافية هذا الكاهن، أي جان ماري فياني. ما كان سر خوري أرس؟ سره أنه كان يحب أبناء رعيته حباً إلهياً، أي الحب الذي يحبهم به الله، وبالإضافة إلى ذلك كان يعلم أنهم قادرين أن يكونوا قديسين وأن يتجاوبوا مع محبة الرب بنعمة من لدنه، وهذا برأيي هو انفتاح عظيم. أظن أن نظرة خوري أرس للإنسان هي أولاً نظرة رجاء، لأنها نظرة الرب نفسه له. ما أثر في فعلاً وساعدني على فهم روحانية جان ماري فياني وخدمته الرعائية هو لدى دخولي للمرة الأولى إلى كنيسته في أرس. هي أشبه بكوخ نوعاً ما، هي كنيسة صغيرة ومتواضعة، كنيسة مدهشة حيث تشعر بقرب الخادم من الناس. إن حياة التماسك التي يدعون إليها البابا فرانسيس قد عاشها خوري أرس بملئها، فقد وصل إلى رعية فقيرة وقال: أنا ككاهن لا يمكن أن أعيش أفضل من أبناء رعيتي، وسيعيد خوري أرس كل ما أرسل إلى بيته ليستقبل بشكل أفضل، فهو يريد أن يعيش بفقر كأبناء رعيته. سيقول الأهالي: إن كاهن رعيتنا ليس كالكهنة الباقين، فينفذ كل ما يقوله. اليوم تأخذكم نت فور جاد إلى أرس سور فورمان، وهي ضيعة صغيرة في فرنسا ذات طبيعة زراعية أساساً، تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال ليون في منطقة تكثر فيها المستنقعات واسمها هضبه الدومب. ففي هذه الضيعة الصغيرة المنسية، ومن العام 1818 وحتى 1859 عاش جان ماري فياني، وهو كاهن ضيعة صغيرة، وكانت حياته كلها موجهة نحو الرب. كما كان يقول البابا يوحنا بولس الثاني: إن خلاص النفوس سيكون علامة، وسيحدث في فرنسا كما في أماكن أخرى نوعاً من الثورة الروحية. ولد جان ماري فياني في دارديي قرب ليون في 8 أيار عام 1786 في عائلة مزارعين متواضعين. هو الولد الرابع من عائلة تتألف من 6 أولاد، ونعرف بينهم فرانسوا ومارغريت رفيقة طفولة جان ماري. كان لوالدي جان ماري تأثير على حياته، فأمه ماري كلودين بيلوز هي امرأة ثابتة بإيمانها، وأبوه ماتيو فياني كان عاملاً مجتهداً، وستنقل إليه أمه حس التواصل مع الله، فهو سيتعلم الصلاة راكعاً وسيتعرف إلى الله ويتعلم أن يحبه بهذه الطريقة.
ستكتشف والدته منذ صغاره أن هذا الصبي مختلف عن الآخرين، وكانت تقول له: أتعلم؟ لو خطئ الآخرون سيحزنني ذلك، ولكن إن أخطأت أنت سأحزن أكثر. يمكن أن نتساءل، ولكن ما هو سر خوري آرس؟ وقد انتهشت لدى سماع كلمة الكاردينال ويلت إن سر خوري آرس هو مريم، فقد تعلم من مريم أن ينظر إلى الرب بقلب طاهر ومستقيم، بقلب مأخوذ بحب الله، وكان يرى في مريم مثال الصلاة المسيحية. إن حياة جان ماري فياني هي في الوقت عينه حياة عادية جدا، ولكنها لمست قلوبا كثيرة. ولد عام 1786، أي 3 سنوات قبل الثورة الفرنسية، وهذا التفصيل مهم لأن خوري آرس سيتأثر كثيرا بالكهنة الذين بسبب ثبات أمانتهم لروما سيجازفون بحياتهم. ففي تلك الفترة كان هناك قسمين من الكهنة، أولئك الذين أقسموا الطاعة للجمهورية، وأولئك الذين كانوا يرغبون البقاء أمينين لروما، كانوا يسمونهم الكهنة المقاومين للجمهورية. سيفهم أن والداه مستعدان للمخاطرة بحياتهما من أجل يسوع، لأنهما كانا يذهبان ليلاً إلى قداس يقيمه كاهن مقاوم للجمهورية، وأعتقد أن ذلك أمر لابد أن يؤثر في كل طفل، فيقول لنفسه: أهلي مستعدون للتضحية بحياتي من أجل يسوع، إذن هذا أمر ذو شأن، وهو مهم جداً لدرجة أنه يستحق أن نخاطر ونضحي بكل شيء من أجله. ستشهد لاحقاً أخته مارغريت أن جان ماري حين كان صغيراً كان يقول دائماً: لو كنت كاهناً لرغبت أن أجتذب الكثير من النفوس للرب. إذن سيشعر بهذه الدعوة الكهنوتية منذ نعومة أظافره، وسيخبر أمه ومن ثم أباه الذي لن يتقبل الفكرة برحابة صدر، لأنهم عائلة مزارعين، وفي مجال الزراعة تكون الحاجة ملحة إلى السواعد للمساعدة. ومن صغر سنه سيتولى جان ماري رعاية المواشي، وسيتطلب الأمر صبراً لإقناع الوالد بموضوع الدعوة. تجدر الإشارة إلى أنه تعذب جداً في تنشئته، فقد بدأ الذهاب إلى المدرسة في عمر 17، ولم يكن يعلم القراءة أو الكتابة. عندما دخل المدرسة كان كأحمق كبير، كان الجميع يستهزئ به. حاول الدراسة في الإكليريكية، لكنه لم يكن يتكلم الفرنسية حتى، فقط اللهجة الخاصة بضيعته، وكانوا يريدون تعليمه اللاتينية. وقد شاءت العناية الإلهية أن ينال التنشئة على يد خور رعيته الأبي بالي، والذي سيندهش باكتشاف هذه النعمة الخاصة عند جان ماري فياني وهذه التقوى الداخلية والكرم الذي يتمتع به ليكون كاهناً واستعداده ليلتزم ويقدم نفسه كلياً للرب. سيقضي ساعات طويلة لينشئه على الصعيد الفكري، وسيكون مثالاً له ككاهن. وبعد سنوات سيتم رسم جان ماري فياني في غرنوبل قبل أن يتم إرساله إلى آرس عام 1818 كخور رعية. سيصل في شباط عام 1818 إلى آرس، وهي قرية صغيرة تضم 230 شخصاً فقط، حتى إنها لم تكن تعتبر رعية في حينها. كانت ظروف وصوله كالتالي: ضباب ومستنقعات كثيرة في تلك الحقبة. كان ضائعاً نوعاً ما حين سمع صوت قطيع، فقال لنفسه: إن كان هناك قطيع فحتماً سيكون هناك راعٍ. وهكذا تعرف إلى أنطوان جيفر الراعي الصغير، الذي سيقول له جان ماري: أريتني طريق آرس، سأدلك على طريق السماء. ستختصر هذه الجملة كل رسالة الخور المستقبلي، إذ أنه سيقوم بذلك طوال 41 سنة التي سيمضيها في آرس،
وهي أن يدل الجميع على طريق السماء ويريهم الطريقة الأبسط ولكن ليس تماماً الأسهل للوصول إلى السماء. وبما أنه كان قد تذوق طعم رحمة الله خلال حياته منذ نعومة أظافره، فقد أصبح شاهداً وراعياً مليئاً بالرحمة تجاه الذين أرسل إليهم. وكان رجل تأمل وعمل في الوقت عينه، وسرعان ما ستخاطب حياته كل من يحيط به. حين وصل إلى آرس ركع على أقدام بيت القربان وصلى من أجل ارتداد رعيته، سيطلب حقا من يسوع: يا يسوع امنحني توبة رعيتي، أنا مستعد لكل شيء من أجل أن تتوب رعيتي. وإن هذه الصلاة الحارة بالإضافة إلى ساعات صلاة طويلة ستحوله من الداخل. وإليكم هذه القصة الطريفة: حين وصل إلى آرس كان يقضي ساعات طويلة في كنيسته على أقدام بيت القربان ليلا، فقال أهالي آرس بعضهم لبعض: ألعله وجد كنزا؟ فأتوا ليروا ماذا وجد، وأعتقد أنه وجد كنزاً حقيقياً، ولكن ليس كما كانوا يتوقعون. هذا الكنز كان يسوع المسيح بنفسه، كان قد وجده قبل مجيئه إلى آرس، ولكنه وضع نفسه كاملاً في تصرف يسوع المسيح ليتم رسالته. الإنسان فقير يحتاج أن يطلب كل شيء من الله. هذه الجملة التي قالها قد جسدها فعلاً. إن خوري آرس كان حقاً فقيراً، فقيراً من الناحية الإنسانية وفقيراً من الناحية الفكرية. فقد تعذب كثيراً بكونه كاهناً لأن ذاكرته كانت ضعيفة، وكان يقلق جداً ويرتعب لفكرة التكلم أمام الناس. حين تكون كهناً لا يكون الأمر سهلاً، ففي تلك الفترة كان الكهنة يحفظون عظتهم عن ظهر قلب، فقد كانوا في حقبة العظات الطويلة على مثال الكاهن الدومينيكان الفرنسي لاكوردير، وكانت العظات تدوم 45 دقيقة، وهو حين كان يصعد إلى المنبر كان ينسى نصف عظاته التي كان قد تمرن عليها طيلة الأسبوع. حقا كان فقيرا، حتى أن سيدة قصر جارتس قالت حين رأته نازلا من منبر العظة: نشفق عليه أحيانا، يا إلهي يبدو الأمر صعبا. هو حقا فقير، ولكنه يعطي ذاته للرب كما هو. في نهاية الفصل التاسع من إنجيل متى نرى يسوع يجول المدن والقرى ليعلم كلمة الله ويشفي كل مرض وكل علة. إذن إن خدمة يسوع كانت أن يعلم ويعلن البشرى السارة ويشفي من كل مرض وكل علة. وهكذا يذكر في إنجيل متى أنه حين رأى الجموع أشفق عليهم لأنهم كانوا كقطيع بلا راع. وهذه كانت خدمة خوري آرس: رأى الجموع وأشفق عليهم، وتحركت أحشاؤه بحب الله تجاه خلاص البشر، وهو يفعل كيسوع، يعلن البشرى السارة ويشفي من كل مرض وكل علة. ما نذكره بالأخص عن خوري آرس هو الساعات التي كان يمضيها في كرسي الاعتراف وطريقته في الاحتفال بالذبيحة الإلهية، وهذا مهم جداً، فقد سمي خوري آرس رجل الله، لكن ربما لم يذكر بما فيه الكفاية أنه كان أيضاً الإنسان من أجل الناس. في الواقع قاد خوري آرس معركة قاسية جداً لكي يكون نهار الأحد يوم فرصة لا يذهب فيه إلى العمل، بل يذهب إلى الكنيسة ويستفاد من يوم الرب أيضاً من أجل الراحة. إن أصحاب المزارع الذين كانوا يذهبون إلى القداس بينما كان عمالهم يذهبون إلى العمل لم يكونوا سعيدين بهذه الخطوة أبداً، ولذلك تحالفوا ضده. وبما أنه كان يهتم لأمر العائلة والبؤس الذي كان حوله، قام أيضاً بحملة ضد الحانات أي الخمارات، حيث كان يذهب الرجال كل ليلة بعد يوم عمل شاق، وحيث كانوا يصرفون على الشرب الأموال التي كسبوها.
كان الحفل الراقص في آرس مشهوراً في المنطقة كلها، وكان الشبان الذين يريدون أن يجدوا شابة يسهل إغواؤها يذهبن إلى هذا الحفل الراقص، وكان موقع خوري آرس استراتيجياً إذ يقع بيت الكاهن مباشرة أمام الساحة، لذا كان يكفي أن يراقب من الشباك ويرى الشباب وهم يتركون الحفل الراقص ويذهبون إلى مستودعات الحصاد بطريقة سرية جداً. وكانت النتيجة أن العديد من البنات كانت تحبل وتصبح أمهات غير متزوجات، وفي تلك الحقبة أن تصبح الصبية أماً غير متزوجة يعني ذلك أن حياتها قد دمرت، فقد كان عليها أن تتخلى عن طفلها، ومن ثم كان عليها أن تتحول إلى خادمة أو حتى أجرؤ على القول إلى عبدة في إحدى المزارع. وقد أشفق خوري آرس بقوة على تلك البنات وأراد أن يعيد لهن كرامتهن. يحكى عنه هذه القصة الرائعة: كان خوري آرس يحب أن يزور الناس، وذات يوم في أحد المنازل بعد أن كانوا قد تكلموا مطولاً طرح الخوري هذا السؤال على الأهل: هل تذهب بناتكم إلى الحفل الراقص؟ فأجابوا: نعم يا أبانا، ولكن لا تقلق، فنحن نقوم بوعظهن قبل أن تذهبن. فأخذ خوري آرس حفنة من التبن ورمها في نار المدفأة وقال: أيها التبن، أمرك ألا تحترق. فبالطبع قال له الأهل: ولكن إذا رميت التبن في النار سيحترق. فجابهم: والأمر نفسه سيحصل مع بناتكم، إذا ذهبنا إلى الحفل سيحترقنا حتما. فانخرط شخصياً في هذه القضية، وفي أحد الأيام ذهب إلى عازف الكمان الذي كان يفترض أن يعزف الموسيقى في الحفل الراقص، فسأله: كم من المال يدفعون لك لكي تعزف؟ فأجاب: 100 فلس. قال له الخوري: أنا أعطيك 200، عد إلى منزلك. وفي النهاية نجح بإلغاء الحفل، لا بفرط من الأخلاقيات، ولكن حباً بتلك البنات اللواتي كانت حياتهن محطمة. إن رغبة إعادة الناس إلى الله لن تتحقق بسهولة، إذ أنه سيجد نفسه يواجه عقبات كبيرة وستوزع ضده عرائض كثيرة. وفي يوم عندما أتى إليه مبعوث الأسقف قائلا: هناك عرائض ضدك تصل إلى الأسقف، فماذا يفترض بنا أن نفكر؟ أجابه الخوري: أعرفها تلك العرائض، في الواقع انظر إليها فقد وقعتها بنفسي، لأني لست قادرا أن أكون كاهنا لضيعة آرس، يجب أن تنقلوني إلى مكان آخر. يجب أن نحب صلباننا، الصلبان تحطمنا حين نخضع لها، المطلوب هو أن نحب الصلبان. إن خوري آرس الذي احترق بحب الله يرفض الخطيئة، ولكنه يقول: يا للأسف. لو لم يكن الله بهذه الطيبة، ولكن الله طيب جدا. ليس الخاطئ هو من يعود إلى الله ليطلب منه الغفران، بل الله هو الذي يركض وراء الخاطئ ليعيده إليه. فإن خطايانا هي بمقدار حبات الرمل إذا قارناها بجبل رحمة الله الكبير. إرادة الرب هي أن نكون سعداء، ولكننا لا نريد ذلك. إن صميم رسالة خوري آرس هي أن يظهر طيبة الله، فهو يريد سعادتنا، وإن تقبل حب الله يعني استقبال الفرح الذي يريد أن يعطينا إياه. ولكن لنصل إلى ذلك يجب أن نعترف أننا خطأ، وما يثبت صحة ذلك هو أنه في طريقهم إلى التوبة والارتداد يقع الناس على ركبتيهم ليستقبلوا الغفران.
إن اليوم الذي يقضيه خوريارس مثير للإعجاب، يبدأ منذ منتصف الليل الساعة 1 صباحا، فيبدأ بالاستماع لاعترافات المؤمنين مدة تصل إلى 17 ساعة يوميا، فهو لا يوفر جهدا ليصالح الناس مع الله، وهو سيحصل على رحمة الله وسيحاول نقلها بدون ملل. لدى زياراتي العديدة إلى آرس، لفتني كيف يقضي خوري آرس نهاره، وبخاصة النعمة الخاصة التي يتميز بها في سر المصالحة، وهو سر نعيد اكتشافه في العقود الأخيرة في كنيستنا اللوترية الألمانية. وصحيح أنه في حياة مارتن لوتر كانت رحمة الله أمراً في غاية الأهمية. كان مارتن لوتر يعي جيداً أنه خاطئ، كان راهباً في قانون رهبني قاس جداً، وكان يلتزم فيه بشدة، كان يتقدم من سر الاعتراف بشكل مفرط، ولكنه لم يكن يجد السلام لأن صورة الله في داخله كانت صورة إله منصف ومنتقم بعدل، ولكنه يعاقب من لم يكن مستقيماً. كان ضمير لوتر إذن مضطرباً جداً. حتى اليوم الذي اكتشف في كلمة الله حقيقة ستقلب حياته رأساً على عقب، سيتأمل وهو في غرفته في برج مقطعاً من رسالة القديس بولس إلى الرومانيين يتكلم فيه عن عدل الله. سيعيش لوتر خبرة في الروح القدس بفضل هذه الكلمة، سيفهم أن عدالة الله هي العدالة التي يمنحها الله للخاطئين ويتشارك بها معهم، وسيجعل الله هذا الخاطئ باراً فقط بفعل رحمته. في هذه النقطة بالذات، أي استقبال رحمة الله بطريقة شخصية، تلتقي شهادة خوري آرس بخبرة مارتن لوتر، ويمكن لهذه النقطة أن تكون اليوم رسالة للمسيحيين من كل الطوائف، ألا وهي أنني أستطيع أن أستقبل شخصياً رحمة الله هذه وخلاصه هذا في حياتي. رحمة الله هي كسيل جارف وفائض يجرف معه القلوب لدى مروره. لم يقم خوري آرس بشيء أكثر مما كان يقوم به الكهنة الآخرون. كان يعطي دروساً في التعليم المسيحي ويزور أبناء رعيته ويمنح الأسرار للمرضى ويحتفل بالذبيحة الإلهية ويعرف الخطأ. سيقوم بكل ما يقوم به أي كاهن، ولكن سيقوم به مقتنعاً أن الله هو الذي يقوم به حقاً. وهذا ما يجعل خوري آرس يشع بالنور. كان يقول مثلاً وهو يتكلم عن الأفخارستية، عن الحضور الحقيقي وهو يشير إلى بيت القربان، ها هو هنا، ها هو هنا، الله هنا. وعندما قال هذا وكأنه قال كل شيء، لم يعد يستطيع أن يضيف شيئاً، ولعدة دقائق سيكرر هو هنا، هو هنا، بتأثر واقتناع يلمسان القلوب. سيموت نتيجة الإرهاق عن عمر يناهز 73 سنة في الرابع من آب سنة 1859. تقيم آرس احتفالاً كبيراً في هذا التاريخ من كل سنة مع الناس الذين يأتون من جميع أنحاء العالم. أندهش لرؤية كم أن خوري آرس ما زال يؤثر في القلوب في أيامنا هذه. قبل أن نتزوج حصلت مشاكل بيننا، وكان يمكن فعلاً أن نفترق للأبد. وفي الواقع ومن دون أن نعلم، جئنا نحن الاثنان واعترفنا عند الكاهن نفسه، والذي لم أكن أعرفه قبلاً كان اسمه الأب دريغي، وكان فعلاً كما كانوا يقولون عن خوري آرس القديس، رأيت الله في إنسان.
وعرفنا بعد بضعة أشهر حين التقينا وكأننا وضعنا أنفسنا بين أيدي هذا الأب الذي ساعدنا على أن ننهض من جديد ونستقيم. وبفضل هذا الكهن من أرس الذي أرى فيه وجه خوري أرس القديس، استطعنا أن نعيد إصلاح ما كان قد انكسر بيننا، لأننا كنا قد وصلنا إلى حالة سيئة جداً. إن الخوري القديس هو بالنسبة إلينا كالرابط الذي جعلنا نتحد من جديد. هناك عائلة لم تعد تملك الطحين، فقال لهم خوري أرس: صلوا. ومن بعد ذلك فاض الطحين لديهم. إن هذه الراديكالية لدى الخوري القديس يجب أن تكون لنا اليوم منارة، لأننا في زمن مضطرب حيث تختلط وترتبك المعايير. إن الدعوة لهذه الراديكالية ستكون فرحنا، وهذا المهم. لذا أنا أصر دائماً على البعد الفرح والحر والسعيد لخوري أرس. لو كنت حزيناً لذهبت واعترفت في الحال. الأمر الآخر الذي تعلمته من جان ماري فياني هو في خدمة الخاصة. رسمت كاهناً منذ سنتين. يمكنني القول أنني كاهن شاب. وعندما تبدأ العمل في خدمة الله ككاهن كرسالة جديدة، تظن أنك ستنمي مواهبك وأنك ستقدر أن تعطي الكثير وستطور خدمتك وستصبح قائداً مسيحياً، بمعنى أنك تريد النجاح ليس لنفسك ولكن للإنجيل. ولكن حين أفكر بشخص مثل جان ماري فياني، أتعلم في حياتي اليومية أن خدمتي تكون أكثر فعالية حين يعمل الله من خلال ضعفي. إنه أمر مذل حقاً أن تعترف بذلك، ولكنه بالنسبة إلي جوهر الخدمة، حيث يمكنني أن أكون أكثر شفافية لنعمة الله وأكون أداة بين يدي الله. إن محبة خوري أرس الرعائية الفائضة تلك جعلت منه مثالاً يحتذى به. كما قال يوحنا بولس الثاني، لديه طريقة فائقة بأن يكون خادماً للرب، وقد عاش ذلك ببساطة. أما المعجزة الأكبر هي أنه استطاع أن يعيش في هذه الضيعة ذات 230 شخصاً مدة 40 سنة على الأقل، من دون أن يتعب من أن يكون الراعي الصالح وسط هؤلاء الناس. هذا هو المثال الذي يقدم إلينا. أحبك يا إلهي، ورغبتي الوحيدة هي أن أحبك حتى آخر نفس من حياتي. يا ربي، إن لم يستطع لساني أن يقول في كل حين أني أحبك، على الأقل أريد أن يكرر لك قلبي ذلك مع كل نفس آخذه. وأيضا كلما اقتربت ساعة رحيلي، أعدك أن يزيد حبي لك وأن يصير كاملا. آمين. إن كلمة هذا الشهر هي من إنجيل متى الفصل التاسع الآية 13: أريد رحمة لا ذبيحة، لأني ما جئت لأدعو الصالحين بل الخطأ. لهذا الشهر نوحد صلاتنا مع صلاة خوري أرس، لكي نذوق ونختبر على مثاله في حياتنا الخاصة حب الآب ورحمته اللامتناهية، وأن نستقي من هذا النبع القوة والراحة لمواجهة مصاعب الحياة، ولنصير بدورنا شهود هذه الرحمة في وسط المحيطين بنا.